اليوم كانت محاضرة حول المعرفة الأنثروبولوجية والموروث، الموروث الثقافي، اللي حاولنا أننا نسلطوا الضوء على الإشكالات اللي كتتعلق بالموروث الثقافي من ناحية ديال القيم، كيف يتم اختيار انتقاء الموروث الثقافي، كيف يتم انتقال من عناصر ثقافية إلى موروث ثقافي إلى تراث جامع الفناء موسم طنطان إلى آخره، ثم بعد الاعتراف بالتراث كيف يتم المحافظة عليه. هناك إشكالات كثيرة عندها علاقة بالمحافظة، عندها علاقة بالأصالة، عندها علاقة بالزمن. ثم كان هناك أيضا إشكال آخر، هو من التراث يتحول إلى سلعة ويتحول إلى أداة إما للتنمية أو للربح إلى آخره. هذا بصفة ثلاث محاور تمحورت على المحاضرة، وشكرا. ما شفتوا خلال هاد ثلاثة ساعات هاد المبادرة، بعدها في الأول هي مبادرة ديال مختبر السرديات بتنسيق مع الأستاذ شعيب حليفي، وكانت مبادرة تفتح أو إعطاء كلمة لباحث أنثروبولوجي معروف اللي هو حسن راشيق، عن طريق مساءلات وتقديم تفكير حول الفهم الأنثروبولوجي للموروث الثقافي، لا كومبلكسيتي ديال الموضوع، التشابك ديالها، واللي خلاتنا انه نديروا من العلم الانثروبولوجي علم ضروري اساسي للتفكير حول لو باتريمون، حول الموروث الثقافي، حول ايضا الثقافه، وحول كيف ما قال الاستاذ حول الارث الثقافي وايضا التراث، لانه التراث جزء من الثقافه. تخلينا انه اليوم نشوفوا الضرورة أنه يكون مجموعة ديال القيم والمبادئ اللي هي قيم ديال التفتح، اللي هي قيم الابتكار، اللي هي قيم النقد، لأنه قيم الاكتشاف وقيم إعطاء الباحثين والباحثات إمكانية أنه الولوج عبر إشكاليات جديدة بدون حصر إمكانيات هذه المواضيع. وهذه هي اللي كانت من الخلاصات، أنه ما كاينش شي حاجة اللي غتكون ولا ما تكونش شي حاجة، اللي لا، هو مجال كبير اللي مفتوح للعلوم الإنسانية والاجتماعية، واللي هو فرصة لبلادنا أنه يمكن يكون إمكانية للفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، واللي الجامعة قاطرة مهمة للتفكير والبحث، وهذا التواصل خصو يكون مستمر، وهذه غير مبادرة من الكلية ديالنا. في هذه الندوة التي عقدها الأستاذ حسن رشيق حول المعرفة الأنثروبولوجية والموروث الثقافي، هي فعلا كانت محاضرة افتتاحية لباقي الندوات الست التي ستنعقد في مديونة وفي بن معاشو وفي ولاد حريز وفي مزاب ثم في بجعد ومولي بوعزة، افتتاحية لأنها تؤطر منهجيا أسئلتنا حول عدد من القضايا المتعلقة بالمظاهر الاجتماعية والموروث الثقافي، ومن بينها حج الفقير، من بينها كيف يمكن أن نجدد أسئلتنا حول تراثنا، وكيف يمكن لهذه الأسئلة أن تساهم في بناء المجتمع وبناء الإنسان وبناء المعرفة التي ليست هي المعرفة الحقيقية التي نمتلكها، ولكن في اختلاطها وفي تماسها وفي حوارها مع المعرفة الشعبية التي يمتلكها الرواد الشعبيون والتي يمتلكها المجتمع، في إشارة إلى البادية. وأشير أيضا إلى أن هذا الملتقى بندواته السبع قد أهديناه إلى البادية المغربية، إلى الفلاحات والفلاحين، كتعبير منا نحن كمثقفين وكجامعيين على تضامننا معهم، وعلى أننا ننتبه إلى ما يقومون به وما يحملونه.